بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طلابي وطالباتي عبر قنوات عين. Hello my students. How are you today? All good. Great. نبدأ الدرس لهذا اليوم. المرحلة هي المرحلة الابتدائية لصفوف التربية الفكرية الصف السادس الابتدائي. الفصل الدراسي الأول. المادة لغة إنجليزية وموضوع الدرس Letter U. معكم إلهام الهويش. Online class rules. قوانين التعلم الإلكتروني. Our class rules is قوانين الصف هي looking eyes. ننظر جيدا إلى الدرس. Listening ears. آذاننا تصغي وتستمع إلى ما يقال. Quiet mouth. نلتزم الهدوء حتى نستطيع التركيز والانتباه في الدرس. Helping hands. نرفع أيدينا لطلب المساعدة ونقدم أيدي المساعدة لأصدقائنا عند الحاجة. من يتذكر الدرس الذي تناولناه في الحصة الماضية؟ كان الدرس بعنوان Letter U. فماذا تعني كلمة Letter؟ Excellent, great job. Letter تعني حرف. تعرفنا على Letter U وقلنا بأن له شكلين، شكل كبير شكل أحسنتم صغير، وتعرفنا على كلمات أيضا تبدأ ب letter U. لذلك سيكون الهدف العام لهذا الدرس the main objective. After this lesson my students will be able to recognize the letter U. مع انتهاء هذا الدرس بإذن الله سيتمكن طلابي وطالباتي من التعرف على letter U. Excellent. Learning objectives. أهداف التدريس. After this lesson, my students will be able to, مع انتهاء هذه الحصة، سيتمكن طلابي وطالباتي من التالي: recognize, read and write the capital letter U. تمييز قراءة وكتابة الحرف U بشكله الكبير. Recognize, read and write the small letter U. أيضا تمييز قراءة كتابة الحرف U بشكله الصغير. Recognize words that begin with letter U. تمييز كلمات تبدأ بالحرف U. سبق وأن تعرفنا على بعض الكلمات مثل ماذا؟ مثل كلمة umbrella، مثل كلمة under. فلننظر لشكل الحرف U. قلنا بأن له كم شكل؟ شكلين. الشكل الأول in English. ماذا يسمى الشكل الكبير باللغة الإنجليزية؟ Capital. Excellent. وماذا يسمى الشكل الصغير؟ Small. رائعين يا طلابي. هنا شكل capital letter U وهنا شكل small letter U. الآن سنتعلم كيف نكتب letter U. Capital letter U and small letter U. Where is the capital letter U? Excellent. This is capital letter U. كيف نكتب capital letter U؟ كما قلنا سابقا بأنها تشبه الابتسامة. سوف نبدأ بالكتابة. نبدأ من السطر باللون الأحمر وكأننا نرسم ابتسامة كبيرة. Capital letter U. الآن نتعلم كيف نكتب small letter U. Small letter تعني حرف صغير. إذا سنرسم ابتسامة صغيرة. أحسنتم. ابتسامة بهذا الشكل. ولكن ما هو الاختلاف في هذه الابتسامة؟ أن لها خط صغير بهذا الاتجاه. One more time. سنرسم small letter U بهذا الشكل. This is small letter U. مرة أخرى كيف نكتب capital letter U؟ ابتسامة ماذا؟ كبيرة أم صغيرة؟ ابتسامة كبيرة بهذا الشكل. Letter U من أسهل الأحرف التي سنتعرف عليها. حرف جميل ومن السهل أن نتذكر كيف يبدو شكل هذا الحرف. من يتذكر الكلمات التي تناولناها في هذا الدرس؟ كلمات تبدأ ب letter U. كلمات تبدأ ب letter U مثل ماذا؟ مثل كلمة
under. ماذا تعني under؟ ماذا تعني under؟ تعني تحت. أحسنتم. ماذا أيضا؟ What is this? What is this? This is an umbrella. Umbrella. Repeat after me. Umbrella. Umbrella. Great job. أحسنتم يا طلابي. الآن نفتح الكتب. Practice number one. التمرين الأول. Listen and repeat. نستمع ونردد. Practice one. Listen and repeat. You. Umbrella. 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 You. Under. 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 Practice one. Listen and repeat. You. Umbrella. 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 You. Under. 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 Great job. One more time. ماذا تعني كلمة umbrella؟ تعني مظلة. ماذا تعني كلمة under؟ تعني تحت. أحسنتم، رائعين يا طلاب. كلمات سهلة. So repeat after me. Umbrella. 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 Under. 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 Excellent. Practice number two. Match. تعني نصل. سنراجع هذا النشاط. Under. ما هي الصورة المناسبة لكلمة under؟ Excellent. Umbrella. Great job. رائعين يا طلابي. Practice number five. التمرين الخامس. Write the letter U. في الدرس الماضي تعرفنا على الحرف U وكيف نكتب هذا الحرف بمساعدة النقط. الآن سنتعرف على كتابة هذا الحرف دون وجود هذه النقط. الآن سنكتب capital letter U. كيف نكتب capital letter U؟ كما قلنا سابقا بأنها تشبه شكل الابتسامة. Excellent. One more time. Good job. المحاولة الثالثة ستكون homework. ماذا تعني homework؟ تعني واجب منزلي. الآن نتعلم كيف نكتب small letter U. ابتسامة صغيرة، ولا ننسى هذا الخط بجانب الحرف. Great job. One more time. ابتسامة صغيرة بهذا الشكل، ولا ننسى الخط الصغير. أيضا المحاولة الثالثة ستكون homework. إذن الواجب المنزلي هو كتابة capital letter U and small letter U في المنزل. Recommendations أو التوصيات. Do your homework. نحل الواجب المنزلي، نكتب capital letter U and small letter U. Practice. نتدرب. كيف نتدرب على هذا الدرس؟ قراءة الكلمات بطريقة صحيحة، نطق الكلمات بطريقة صحيحة، التعرف على الحرف U عند رؤيته. Be prepared for the next class. نستعد جيدا للدرس القادم. And listen to an English language. لا ننسى الاستماع إلى اللغة الإنجليزية. درس اليوم all about the letter U. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.